ما تخيلت إنه أنور يعمل فيني هيك شي اليوم. وقت إجا لعندي وقال لي وصله على غرفته كان شربان كتير، وأنا مثل الجدبة وصلته على غرفته. ما كنت عارفانة شو رح يصير فيني، بس وقت رحت وصلته على غرفته تحدى علي بدون شفقة. بكفي ميسون، هذا كله حكي فاضي. متأكدة ما صار شي؟ هي القصة كلها من تأليفك انت وبس. انت شو عم تقولي؟ انا هلأ ليش لحتى ألف مثل هيك قصة؟ شايفتيني مبسوطة كتير وفرحانة بهي الفضيحة؟ صارت معي هيك شغلة فظيعة وبدك يعني ضل ساكتة وما أحكي شي؟ لا، أنا ماني من هدول البنات اللي ببالكم. أنا عندي عائلة محترمة وعندي زوج بيحبني كتير وما عندي أغلى منه. أنتوا كلكم قولولي هلأ ليش لحتى أعمل هاي المسرحية وأقعد مثل عليكم؟ ما كنت متخيلة إنه أنا يصير معي مثل هيك شي. كيف بدي أتطلع بعيون أمير؟ تركني هون بكل ثقة وهو مأمن وما نعرفان شو رح يصير. بس ابنكم أنور، أنور خان هاي الثقة وما اعتبرها. ميسون حبيبتي، ميسون خلص انتي هدي حالك. بس روقي. مرت عمي، مرت عمي كيف فيك تحكي هيك؟ انتي ما بتوثقي حتى بابنك اللي ربيتي؟ كيف فيك تصدقي كلام وحدة مثلها؟ انتي السبب اللي صار مع اليوم. لو مقدمة لأنور حياة صح ما كان عمل هيك شي فيها ووصلنا اليوم لهون.